لا للخامسة شعار يعبر عن غضب الجزائريين الرافضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة وهو على كرسي المرض عاجزا عن مخاطبة الجماهير أو بث روح العزيمة في نفوس مناصريه حراك شعبي ضد ترشح الزعيم الثمانيني شامل ولايات بجاية وتيزيوزو وبرج بوريريج ومثله في عدد من المدن الأوروبية من بينها باريس المعارضة السياسية وافقت الشارع المعارض بموقفه من ترشح بوتفليقة لكن الفوضى السياسية منعتها من التوافق على مرشح واحد وبسبب ذلك كثر المرشحون الفرديون ومن ابرزهم رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس. لان الجزائر في وضع خطير ازمة سياسية لم يسبق لها مثيل على الاطلاق. فالمعارضه الجزائريه اقتناعا منها وايمانا منها بهذه الخطوره رات للشارع الجزائري وللشعب الجزائري واعتبرت ان الاسبقيه والاولويه هي الاهتمام بما سيجري في الجزائر من مخاطر على الجزائر ومن بين الذين اعلنوا عن رغبتهم في الترشح لانتخابات الرئاسه الجنرال المتقاعد علي الغديري وجاء إعلانه بعد أيام من الجدل والنقاش الساخن الذي أثاره بسبب مطالبته بتدخل الجيش لإنهاء حكم بوتفليقة. ووفقًا للمادة 140 من القانون الانتخابي، يجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 60 ألف توقيع للمواطنين في سن الانتخاب في 25 محافظة، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في المحافظة الواحدة. الأحزاب الموالية لبوتفليقة تسير بخطى ثابتة في التجهيز لحملته الدعائية من خلال عقد لقاءات مع عدد من المنظمات وجولات ميدانية على الولايات، في تماسك وارتياح يشي بأن فوز بوتفليقة أمر حتمي من وجهة نظرهم، وإلى أن يحين موعد الانتخابات في الثامن عشر من نيسان القادم، يبدو أن الاحتقان يتصاعد في الشارع الجزائري. وهي مؤشرات براي مراقبين على ازمه سياسيه ستدخل بها البلاد حتى لو اسفرت النتائج عن اقصاء بوتفليقه او استمراره في الحكم